فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، كيف يعرف الإنسان إذا استخار الله عز وجل، صلى صلاة الاستخارة، كيف يعرف إذا الله عز وجل اختار له هذا الأمر أو لم يختاره له؟ إذا تردد الإنسان في شيء يفعله أو لا يفعله فالمشروع له أن يستخير الله عز وجل فيصلي ركعتين، وإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم إن ركن إلى شيء من الأشياء فهذا علامة على أن الله استخار له ذلك، وإن لم يركن وبقي متردد يعيد الاستخارة مرة بعد أخرى ثم الاستشارة ثم يقدم على ما يقدم عليه، وإذا أقدم على ما يقدم عليه مع إخلاصه في الدعاء وثقته بربه عز وجل فإننا نعلم أن هذا الذي قدر له وأقدم عليه هو الخير.